External genital. Got it. يعني مثل الليكشر السابقة نبدي in different stage. And then يعني اكو stage cannot differentiate between male and female sex. In the third week of development, mesenchymal cells. قلت لكم أنا mesenchyme يعني هي اللي تنطينا بعدين في the specialized cells and tissues or organs. هذه originate in the region of the primitive streak وبعدين راح تجينا للcloacal membrane. بالcloacal membrane راح تصير عندنا two or pair of slightly elevated نسميها cloacal folds. هسه راويكم اياها بالصور. Cranially they fuse حتى يعطونا genital tubercle. زين؟ Caudally the folds are subdivided. Anteriorly نسميها urethral fold. Posteriorly anal folds. هسه راويكم الصوره ونرجع ان شاء الله نحكي على genital swelling. هذا هو الاندفرنت ستيج عندنا هذه هنا cloacal folds. شوف كرينيا اللي راح تنطينا جنتال تيوبركل وهنا وبي سب ديفايدد انتيريرلي هذا هو اليوريثرال فولز وهنا بوستيريرلي انال فولز. شوفوا هنا على الصوره ات ذا سيم تايم هاي عندنا جنتال سوالينج ان ذا ميل نسميها سكروتال سوالينج وراح تكون لنا سكروتال يعني ويذ ديفلوبمنت اند ان ذا فيميل ويل فورم ليبيا ميجورا. هذه هي الاندفرنت ستيج. هسه نيجي لـ external genitalia in the male. انتبهوا على الصورة حتى من نشرح تعرفون. شوفوا هنا ايش راح يصير. هاي هي genital tubercle. صار بيها elongation واسمها phallus. شوفوا هنا اليوريثرال فولز شلون هم elongate. وبيناتهم اكو جروف نسميه urethral جروف. شوفوا لكنهم انتبهوا هذا اليوريثرال جروف do not reach to the most distal part. هنا عندنا الجنتال اور السكروتال سوالينج. هسه راح نحكي ونرجع على نفس البيكتشر. هذه كلها هاي طبعا الكترون مايكروسكوب. احنا development of external genitalia هو under effect or under influence of androgens. يعني احنا اذا عندنا enough كافي تستوستيرون راح تطلع normal external genitalia for the male. لكنه إذا عندنا hypoandrogenism راح شو يصير عندنا congenital anomaly بالexternal genitalia. شوف مثل ما حكينا genital tubercle will be elongate نسميها الفالس. With elongation will pull the urethral folds راح يكونون لنا urethral groove. ومثل ما قلنا هذا الجروف extend along the caudal aspect of the elongated phallus لكنه do not reach to the most distal part اللي هو الجلانس. هذا مثل ما حكينا. هسه نيجي لليوريثرال جروف ايش بي؟ هو line by epithelia originate from the endoderm سميها urethral plate. هذا اليوريثرال plate will be where urethral folds will close and form benign urethra. This canal does not into the tip of the phallus. ايش راح يصير؟ شنو يصير عندنا بالtip of the phallus؟ الاكتودرمال سيل from the tip of the glands penetrate inward وراح تنطينا short epithelial cord. هذا الكورد بعدين راح will obtain lumen ونسميه external urethral meatus. راح نراويكم اياها بالصوره بعدين نرجع. هذه البيكشر هنا أنا أول مرة يبقى لون بعدين هنا راح يتكون وينطينا هنا الاكسترنال يوريثرال ميتس اللي هو اليوريثرال اوتلت. هذا الجلانس هنا نشوف شلون صار فيوجن وتكونت لنا البنايل يوريثرا. هنا على البيكشر هم احنا هنا نشوف عندنا شنو هذه؟ هذه جينيتال سوالينج او نسميها سكروتال سوالينج. هنا تو سايد each part will form half of the scrotum لكنه يبقى هنا separated by the scrotal septum. هذا هو normal external genitalia.
هنا congenital anomaly، شوفوا incomplete fusion of the urethral fold، هذا نسميه hypospadias اللي هو هذا normal، العفو يعني اللي هو الحقيقي الabnormal hypospadias. طبعا إلي في the special surgery هنا ويأثر حتى على الفيرتيليتي. هنا بالعكس هذا كventrally، هنا ابسبيدس ويا اكستروفي. شنو معناه؟ معناه البلادر ميوكوزا از اكسبوز. طبعا هذا very bad congenital anomaly انه الاكستروفي بلادر اكستروفي. بس نجي اكسترنال جينيتاليا ان ذا فيميل، شوفوا على الصوره دايركت احسن. هذا هنا انا الجنتال تيوبركل هي دو نوت الونجيت، العفو دو نوت الونجيت از ان ذا ميل. ايش تنطينا هنا كليتورس اليوريثرال فولز نوت فيوز اند فورم ليبيا ماينور. هنا الجنتال سوالنج والفورم ليبيا ميجور. شوفوا هنا على الصوره يبقى هنا اليورو جنتال جروف نوت فيوز وراح يكون لنا الفيستيبول، هنا الاوبننج تو ذا فيجينا اللي هو هذا الهايمن ممبرين. شوفوا انتبهوا على فشي احنا differentiation of the sex of embryo by ultrasound طبعا clear راح يصير بالفور month. بالثيرد month هو صحيح احنا بعدين genital tubercle بالميل will be elongated تعطينا الفالس، لكنه في early stage. بال early stage genital tubercle in the female ممكن هي longer than in the male. فاحنا no depend on the length of genital tubercle in the differentiation of the sex of embryo. هسه نجي للديفكتس in the sex differentiation. انت عرفتوا الفسيولوجي والنورمال. شوفوا هنا هذا تيرنال سيندروم. تيرنال سيندروم اخذتوه بدايه السنه بالكروموسومال ابنورماليتيز هو 45X كروموسوم وهو عندنا تيرنال وبي. اكو يعني ديفرنت لكنه هذه الكرايتيريا اللي هم عندهم ابنورمال سكشوال ماتوريشن وعندنا يعني ستريك اوفريز وذولا جيت بريجنسي اولي باي دونر ما عندهم الاوفريز. اذر تيبيكال فيتشر شوفوا هنا على الصوره هاي ويبت نيك. شوفوا نيك شلون، شوفوا السبيس بين تو نبل تسمي ويبت نيك وبعدين شنو وايد سبيس نبل اون شورت ستيج. هذا تيرنا. هنا عندنا كونجنتال ادرينال هايبر بليجي. شنو يعني؟ يعني هي فيميل 46XX لكنه شنو عندنا؟ عندنا هايبر اندروجينيزم. فش يصير؟ يصير الونجيشن اوف كليتوريس كانه ويصير ابنورمال فيوجن اوف ذا ليبيا ميجور. هنا عندنا بيشنت وذ اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم يعني هو الكروموسوم 46XY لكنه اكسترنالي شو تشوفوا هسه فيميل. ليش؟ اندروجين موجود لكنه المشكله بالريسبتورز فصار عندنا هنا هذا الابنورماليتي. هسه نجي للديسنت اوف ذا تيست. شفتوا احنا هسه التيست هي ابدومينالي لكنه وين يصير السبرماتوجينيسيس؟ يصير بالسكروتوم اللي هو اوتسايد ذا بودي. هسه نجي هاو ذا تيست از ديسين. شوفوا احنا توورد ذا سكند مونث ذا يوروجينيتال ميزنتري اتاج ذا تيست اند ذا ميزونيفروس تو ذا بوستيريور ابدومينال وول. هسه راكيهم بالصوره لكنه بعدين ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ديجنريشن للميزونيفروس. يبقى الاتاتشمنت شرح help us المن للجونات for the gonads. caudally شرح يكون لنا ليجامنت نسميه caudal genital ligament. وهسه نشوف هناك بالفيميل شنو راح يصير وشنو بالميل. extend from the caudal wall of the testis عندنا mesenchymal condensation rich in the extracellular matrix اسمه governaculum. هسه شوفوا بالصوره شوفوا هسه هذا نان اتاش البوستيريا ابدومينال وول اللي يبقى من عندها هذا فول كاودال جنتال اللي كنا تشوفوها كاودال. هنا راح يصير الديفلوبمنت اوف ذا جفرناكيولوم وهو امبورتنت فور ذا ديسينت اوف ذا تيستس. شوفوا هنا راح توصل التيستس للانجواينال ليجمنت راح نحكيها يصير عندنا اكسترا ابدومينال الونجيشن اوف ذا جفرناكيولوم وراح يصير لمنين؟ من الانجواينال كانال يروح للفلور اوف ذا سكروتوم وبعدين راح يصير عندنا هنا الديسينت اوف ذا تيستس اللي حكينا بالفيميل. طبعا هم موجود عندنا لكنه هو رودمنتري.
احنا which factors controlling the disease؟ شفتوا انتم هو هذا development of the extra-abdominal portion of the gubernaculum produce intra-abdominal migration كأنه pulling هاي وحدة وبعد أصلا راح يزيد intra-abdominal pressure ليش؟ لأنه راح يصير عندنا growth of the different organ فش راح يسوينا passage of the testis through the inguinal canal. بس هجي احنا normally التستس توصل للinguinal region بال 12 week migrate through inguinal canal بال 28 weeks يعني بال 7 months period توصل للسكروتم by 33 weeks بال 8 months period. هذا ال process قلنا influenced by androgen and Mullerian inhibitory substance. يعني إذا عندنا low androgen إيش راح يصير عندنا undescended testes بس نحكيها إن شاء الله نهاية المحاضرة cryptorchidism هذا اللي حكينا migration of the testes هذا الصورة اللي هي الكترون cryptorchidism اللي هو abnormally راح تبقى testes إحنا إيش عندنا 97% of the male newborns testes موجودة بالسكروتوم إيش يبقى الـ percentage الباقية ممكن within first three months postnatal لكن 1% من عندهم failure of the descent ونسميها cryptorchidism. شنو اللي يهمنا بالـ cryptorchidism؟ إنه ما راح يصير عندنا spermatogenesis. فالمفروض الـ families after delivery of the male newborn يسوون assessment for the presence of the disease إذا موجودة. إذا ما موجودة لأن أكو surgery بالـ طبعا surgery بالإيرلي يعني لايف بعدين من يجون أدلت وآزوسبيرمية حرامات تطلع التستس هي أبدومينالي وهما وذ آزوسبيرمية يعني ما عندنا سبرماتو جنس زو يجون وذ إنفرتيليتي هاي بعد ما يفيد والمفروض طبعا هي هم يسوالها ريموفل لأنه إذا بقت ممكن تتحول إلى مالجنسي أكثر الكونجنتال أنومالي بالجنتال تراكت وياها كونجنتال أنومالي بالرينال سيستم عندنا 5%. نيجي للديسنت اوف اوفريز ما عندنا ديسنت مثل التستس تبقى الاوفريز just below the rim of the true pelvis. الكرانيال جينيتال ليجامنت راح تعطينا suspensory ligament of the ovary والكاودال جينيتال ليجامنت راح تعطينا ligament of the ovary proper and round ligament. round ligament تنتهي بالليبيا ميجورا. تشوفون هذه suspensory ligament of the ovary هاي ligament of the ovary proper وياها round ligament. عندكم سؤال ماما دكتورة بس ال MIS شنو Mullerian inhibitory substance موجودة بالمحاضرة السابقة Mullerian inhibitory substance خلونا نسميها Mullerian inhibitory factor نفس الشيء. شكرا بعد اهلا وسهلا.